هل تعتقد ان البلد بتمر في مرحلة القلنسوة؟ طب يعني انت تعتقدي ولا لا تعتقدي؟ لا عادي يعني عادي ما اعرفش. هي قالت عادي. اوكي. بلد بتمر بمرحلة القلنسوة؟ لا. ليه بقى؟ ازاي؟ ما اعرفش. دي مرحلة القلنسوة يعني مرحلة ما بعد البمهمومة. بعد البمهمومة بتيجي القلنسوة. انت عمرك وصلتي لمرحلة القلنسوة؟ لا. لا يبقى انت على فكرة مش طبيعية. لا طبيعية. هل تعتقد انه البلد بتعدي بمرحلة تقديم القلنسوة؟ لا. وهذا ما جرى للبلد في مرحلة القلنسوة. وشكرا.